السلام عليكم. تصوروا يا اخو ان هذا نبات ما تقول غير سباجيتي، هذا يسمى الحامول. الحامول عايش على غيره، يعني يسمونه نباتات طفيلية، ينثلم البذرة تحت الأشجار ومن تبدأ تتسلق عليها خلاص الجذر والغصن يروح، وتبقى هاي الشعيرات تتغذى من الشجرة اللي تحتها. إذا ماتت الشجرة اللي تحتها ماتت هذه النبتة، مثل شيء من البشر بعد شراتهم. هذا نبات طفيلي يا أخوة، ويعتبر من الآفات الزراعية. يتكاثر بالبذور، هاي بذورة وهذه الزهارة، لو تشوفون شكله جميل، لكنه ضارة لما ينتشر بلا يقاس.